من هنا من على طريق دار الحليب في التلام الريم قدام موطيلا قدار نازلة واحد السيدة من موطيلا قدار تاكسي بجنبي شيرات ليه وهو كان تايشو فيا قدام وانا بالله غادي بجنبو واحد شوية ملي شيرات ليه هذيك السيدة ما بقاش تاها فيا انايا دار ما طلق لا صينية لا والو دار ضربني رجليها رسني جا الناس وقفوا قالوا لي على فوت ديالي قال لهم ديالي على فوت ديالي قال لهم صراحة قال لهم راه انا كنت نشوف فيه ولكن قال لهم ما عقلش متى تضرت ضربته كي ضربني جات وقفات لابيلونس وقفوها الناس جاي من حدا كوليزي انا تضربت حدا وطيلا قدار جا زوني البومبيات داوني لسبيطار سيفيل هذاك مون طاكسي ما عمرني باقي شفتو من وقيت نعرفو كاع لحد الان مازال ما عرفتوش ما عمرو جا عندي كاع بقيت مليح في السبيطار 4 شهور وسيمانة مع خرجوا لي العظام من رجليا من هنايا وهزوا لي داروا لي واحد العملية من هنايا حيدوا لي شي لحم زادوه عليا هنايا قال لي سير تعتبر رجليك وجي نعاودوا لك العملية حيدوا لي هذاك الحديد اللي كان هنا داك الجعبة اللي كانت قدامي هنايا عايف حيدوا لي هذاك الجعبة اللي كانت على برا تاع الحديد وفتحوا لي واحد الفتحة هنايا قال لي سير تعتبر رجليك وجي ملي رجعت عندهم لقيت كورونا في هذيك الايام تاع كورونا تيقول لي دابا راه واخا كاع نجي ندير كاع ما كاين عمليه ما والو اترجعتهم عندهم من نهار السبت والبارحين شي ربع ايام هادي ادور دوني ب 15 يوم قال لك دير الاضراب قال لك تتكمل هاد 15 يوم قال لك ويجي هاد 15 يوم بغا تجيني مع العيد لا مع الثاني عيد وما عرفت الاشوي اللي دار الله هي اللي كاينه رجلي غادي تبرا بغا يحيدوا لي واحد العظم من هنا من هنايا بغا يزيد من الورك ديالي وبغي يزيدوا عليا في القصبة هنايا انا 11 شهر هادي انا باش واقع لي هاد المشكل هذا تنطلب الله من الله والمحسنين يشوفوا من حالي تنطلب انا بالله والجواد يعاونوني في هاد العملية نديرها تنطلب واحد بغيت والو غير يعاونوني في رجلي ما كاينش اللي يشوفوا من حالي الحالة ضعيفة ما عندي حتى حد عندي الله خوتي تا هما الحالة ضعيفة عندهم خوتي الحالة ضعيفة عندهم انا ما عندي حتى حد ايه الدواء مر 5 ايام 5 ايام كيشريو ليا دواء ب 4000 ريال ودواء ب 1640 ريال وهاد لا خليتي يشري ليا هادشي ما فحرش حتى هو تبيع الطيور ولاد امي قنين مره كيصور مره ما تيصور نضرب بهما ولادو وتي عاد يطلب عليا حتى انا الناس كذا ملي تعاون 11 شهر ما سهلاش كل 5 ايام 6000 ري راه ما سهلاش ولا اله الا الله ما جهدنا شيء على فقير الله اللي مطلع فينا طلب الله من الناس المحسنين يتعاونوا معنا في القضيه الامل الوحيد هو من الناس المحسنين يتعاونوا معي في رجلي وبتوار من هاد الثنيه انا تاعك من الطاكسي الله يسمع النوع عليه كوني شاير قال لي انت تعاون معاك نقول لي سي الله يعاونك الله كبير.